ايه رايك؟ رهيب. عندك فيديوهات بتتكلم عن الموضوع ده يا استاذه ملك؟ بتكلم على التمرين عامه. ما هو بقى التمرين بينتج عنه ايه؟ فورمه الساحه للست مش للراجل. بالظبط. اتفضلي يا استاذه ملك. التمرين عامه عشان اشوف نتيجه، انا عندنا ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود، يعني زياده في الحمل التدريبي، يعني بعلي في الفوليوم. يعني ايه فوليوم؟ يعني اعداد مجاميع واوزان. لازم كل مره انا رايح اتمرن اعلي حاجه منهم، فاسجل اعدادي مجاميعي واوزاني وابدا ابني اعلي على ده. لو انا ما عملتش بروجريسيف اوفرلود او زياده في الحمل مش هشوف نتيجه، فدي في التمرين مهمه جدا. تاني حاجه الاكل بتاعي لازم يكون متظبط من ناحيه الكالوريز، باخد الكالوريز اللي انا محتاجاها. انا محتاجه مثلا اضخم، فانا محتاجه اعمل سيربلس اكل فائض. محتاجه انشف، فانا محتاجه ان انا اعمل عكس العجز. فمحتاجه اعرف الجول بتاعي ايه واكون باكل صح من ناحيه الكالوريز. عشان اضخم ايه اللي يتاكل وعشان انشف ايه اللي يتاكل؟ عشان اضخم لازم اعمل سيربلس، يعني اكل اكتر ما بحرق، ازيد فاتس ومعاها بزيد عضلات. فبالتالي الحاجات اللي فيها دهون اكتر ازودها؟ لا، بتزودي عادي الكالوريز بتاعتك كلها. تمام. الكالوريز كلها. التنشيف العكس بالظبط، انا محتاجه ان انا اقل دهون واقل ميه واحاول ما اقلش عضلات مع التنشيف. فحسب الجول بتاعي بظبط كميه الكالوريز بتاعتي، وبعد كده ببدا اظبط الماكروز، هاكل قد ايه كارب قد ايه فاتس وقد ايه بروتين. حلو قوي. بس دي اهم حاجه النوم. النوم عشان ما يكون حرمك من حاجه خالص. لا، النوم اهم حاجه، لان احنا عضلاتنا بتزيد واحنا نايمين. واحنا نايمين شفت عضلاتك بتزيد وانت مش في الجيم يعني؟ لا، انت في الجيم بتكسر عضلاتك. ده اللي بتكسر. ده بقول لك بتكسر الالياف العضله، بتكسرها، بتفتح العضله عشان تزيد. بتزيد فين بقى وانت انا ضلني نايم؟ لا، تكسر عضلاتك في الجيم، تروح تاكل بروتين بتاعك وانا وتزود النتيجه بتاع العضله. وما بتصحنيش؟ لا، مش هصحي. ما تقوليش جيم عادي الهوا. اقول للمدام ما تصحش من 7-9 ساعات براحتك بجد. ده هنام تاني يوم. لا، تنام براحتك. لو فاكر هينام يصحى بقى مدام بيعمل عضلات السوق. اصحى من النوم اطلع الساحل. بس كده خلاص، ممكن كل حاجه جاهزه. ممكن تنام من دلوقتي تطلع الساحل شهر 7. بالظبط. امتحانات السر يا عم تخلص اكون انا جاهز. لا، فالحاجات دي انت حاجات اساسيه عشان اقدر تكبر. حلو قوي. ميرسي يا ملك، نورتينا وقلت لنا نصايح جميله قوي، وفهمتينا كمان نظام الكيتو مفيد لكل الاجسام ولا لا، وايه فوائده وايه مداره. ميرسي جدا على وجودك معانا، ان شاء الله تكوني معانا في حلقات تانية كتير. ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا يا ملك، شرفتينا يا فندم. ميرسي جدا. دلوقتي هنطلع فاصل مع حضراتكم، بعد الفاصل هتكون معانا الرحاله نجوى.